علم يا إخواني علمان، علم بالله وعلم بالطريق الموصل إلى الله جل وعلا. لا يكمل للإنسان سعادة في الدنيا ولا فوز في الآخرة إلا بكمال هذين العلمين. أكثر الناس لهم عناية بالطريق الموصل إلى الله، هذا أكثر الناس أقصد بهم الذين يشتغلون بالعلوم وبطلب العلم، لهم عناية بمعرفة الطريق الموصل إلى الله، ومن ذلك معرفة أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج، هذا طريق يوصل إلى الله تعالى، فتجده مشتغلا بمعرفة الطريق، وهذا حسن وطيب. لكن أعظم من هذا العلم هو أن يشتغل في العلم بالله تعالى، فالعلم بالله هو أصل العلوم التي إذا كملت كمل للإنسان نعيمه وسعادته، وجاءته من علوم الطريق وتفاصيل هذا الطريق ما يفتحه الله تعالى عليه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من العلم بالله تعالى، العلم بأسمائه، العلم بصفاته. ولما نقول العلم بأسمائه وصفاته لا نقصد أن يدخل الإنسان في العلم بالأسماء والصفات مدخل البحث والمناظرة للمتكلمين والمنحرفين عن هدي السلف الصالحين فيما يتصل بأسماء الله وصفاته. نقصد العلم بالله تعالى العلم بمعاني أسمائه جل وعلا: الله الرحمن الرحيم الحي القيوم. هذه الأسماء ما دلالاتها، ما معانيها، وما أثر هذا العلم في القلوب؟ هذا هو العلم الذي يثمر الخشية.